وريني بقى هتحمي بنتك ازاي. من اقرب فتح لف وارجع يا اسطى. قلت لك خلصت منها. لا مش هينفع عاصف ودن. خلصت منها بأي طريقة. أنت فاهم؟ أنا اللي عملتها. هي قبلي كانت ماشية. في الآخر غدرت فيني. واللي بيغدر فيني ما قالوا جزاء عندي إلا الموت. البنت دي عدت الخط الأحمر. وعرفت أسرار ما كانش حد يعرفها. مفيش قدامنا دلوقتي إلا التصفية. رد بقى يا ليالي. لا لا ما تقلقش، كله هيبقى تمام. نص ساعة هنبقى عندك في الاستوديو. مع السلامة. ما بتردش ليه بس؟ استاذ عبد الحفيظ، استاذ عبد الحفيظ، هو في ايه؟ استاذ عمرو بكلم ليلى على طول ما بتردش عليا، قلبي كان عليها. وانا كمان بكلمها ما بتردش. انت بتتكلم جد؟ انت حابب تشوف ايه؟ شكله متعطل فوق. خلاص سيبك.